الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والله العظيم القلب يتقطع مما نراه اليوم من مشاكل في الدنيا وكثرة الفتن والمعاصي، والذي أوجع القلب كثير كثرة السحر ومعاناة الناس. فأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يبعد الأذى عن كل مريض. الصحراء طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فاللهم صب عليهم سوط عذاب. كثير في هذا العالم، هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيها الصحراء كثير جدا، وهذا مشكل عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم. صحروه لدعوته، لأنه نبي وحبيب. صحروه أخطر سحر، وهو سحر التخييل الذي نراه اليوم، الجنون. فبتقربه إلى ربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم، الحبيب الشفيع، بتقربه إلى ربه أرسل الله سبحانه وتعالى له ملكين، أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، والحديث معروف عندكم. لكن المشكلة الكبير، ماذا تقول لله هذه السيدة أو هذه الإنسانة التي تذهب للصحراء، تذهب عند المشعوذين، عند الساحرات، فتؤذي إنسانا بمجرد أنها تحبه، تؤذيه بالسحر. وهؤلاء الصحراء، أي الساحرات من النساء أو السحرة من الرجال، هم أصلا كفروا بربهم، لأن الذي يؤذي أخاه المسلم هذا ليس في قلبه الإيمان، بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكيف لإنسان يؤمن بالله ويدعي أنه يؤمن بالله ويؤذي أخاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جاره يهوديا، ولم يؤذه النبي صلى الله عليه وسلم قط، هذا يهودي. فكيف بإنسان مسلم، كيف بإنسان مسلم يذهب إلى ساحرة، يذهب إلى مشعوذة، فيقول لها: أنا أحب فلانة، أو الفتاة تحب فلان، فاعمل لي شيئا أو جلبا أو عطفا أو مما من الأسحار ما الله بها عليم، لكي يأتيني على ركبتيه، لكي يأتيني وهو يأكل التراب وهو ريقه يسيل على فيه. ما هذا؟ هذا جرم، هذا كفر بالله عز وجل قبل أن يكون جرما. الإنسان الذي يفكر في السحر، الإنسان الذي يفكر أن يؤذي أخاه المسلم، الإنسان الذي يفكر أن تريب أخلاق الإنسان حينما يفكر في سحر إنسان آخر، وترى العجب العجاب أن هذا الساحر أو الساحرة
تراه يصلي، تراه في المسجد، ترى الساحرة تصلي. أي صلاة وترى الإنسان الذي يريد أن يذهب للسحر، ترى هذا الساحر في المسجد يصلي. وهذا رأيته بأم عيني، ساحر عندنا في سلا دائما هو في الصف الأول. أي صلاة؟ أي صلاة هذه؟ الصلاة التي لم تنهاك عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ الصلاة التي لم تنهاك عن أذية الناس. أي صلاة؟ الصلاة التي لم تنهاك عن النميمة، والصلاة التي لم تنهاك عن الغيبة، الصلاة التي لم تنهاك عن الشتم والسب والقذف. أي صلاة؟ أي صلاة هذه؟ أي صلاة؟ فالصلاة الإنسان يجب عليه بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فرسالتي لكل إنسان يفكر أو أراد أن يذهب إلى ساحر أو ساحرة، فما بالك وأنت ذاهب إلى الساحر تخطو وفي قلبك حقد وغل وكره على ذاك الإنسان الذي تسحره، أنت ذاهب وأتاك ملك الموت، مت في الطريق والإنسان يبعث على ما مات عليه. فاللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مع الصالحين، وأبعثنا مع النبيين والصديقين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.